آخر الأخبار وبالخبر الفاجعة الذي تأكدنا منه اليوم، وهو خبر اختطاف طفلة أخرى في سن السادسة، بحيث لم يمر أسبوع واحد على اختطاف الطفلة شيمة وقتلها حتى تختفي طفلة أخرى تدعى جسور سندس تبلغ من العمر 6 سنوات. ربي يلطف زادوا قتلوا طفلة سندو، شكون اللي قتلها؟ زوجة عمها اقرب الناس اليها، حرد نغني ولا نبكي؟ زادوا قتلوا في غرزايا الطفل مهدي من بايا الناس في قسنطينة، زدنا شفنا زجوتات بين عينينا. ربي يرحم طفل ابراهيم وهارون اللي سبب الجرائم، والله سيحشرون في نارين وقودها الناس والحجارة. تمك يذوقوا المرارة تاع الام اللي قالت على كبتها اللي مشات، وعلى الاب اللي بات غير يتحسر على اللي فات. الدم يسيح العين تسيل واش تبغوا ملايكة صغير؟ ياك حنا يا مسلمين شكون يفيق للضمير اللي تخدر ما عادش يفكر؟ وين الحكومة يا اللي تهدر؟ ليه نشوف الوجه ربي يرجع لها وليدها؟ ليه نشوف الوجه ربي ليه راه يرجع لها وليدها؟ يا سيدي اجر الم لا نحاسبوا احنا نعاتبوا حرام هذه الوحوش البشريه. انسان هذه هدت لي وليدي بلا ترجع لي وليدي، اسكو هذا وليدي تسافر هو في جوف الدوار. هذه الوحوش البشريه هدت لنا. لا انا ديت شي وين رايحين بها؟ وين رايحين بها؟ كل يوم وين رايحين؟ نروح الصباح نعاودوا ولينا نخافوا. يا سيت فويس وين رايحين؟ دمي الخام وكان قد عثر على طفلة شيمان ذات 8 سنوات ميتة، وذلك بعد اختطافها أمسية الأربعاء من أمام منزلها من طرف جماعة مجهولة بمقبرة سيدي عبد الله. خوتي وين راهم؟ هنا عرفتها يا خوتها، خرجت كي مهبولة بلا عقل، نجري عمري ما نخرج بلا إذن الزوج ديالي، عمري خرج بالله ونجري بلا عقل. حسيت باللي وليدي ما زيش نشوفه، عمره ما خطاني يا اخويا، عمره مولا عامي غير ما درت له لانيفيرسير، غير ما عنديش بزاف.